الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. Allah, it is He who has created the heavens and the earth and all that is between them in 6 days. Then He rose over the throne in a manner that suits His majesty. هذا سؤال. يقول السائل: ما رأي سماحتكم في من يقول أن البحث في ذات الله شرك، ويقول أن هذا من علم الفلسفة، ويقول أيضا: إذا أنت لم تر الله فكيف تحدد جهته؟ فما هي نصيحتكم له ونصيحتكم لي، لأنني طالب أدرس عنده وقد نصحته لكنه قال: أنا مؤمن من كلامي ولست شاكا. إيش؟ يقول أن البحث في ذات الله شرك، ويقول أن هذا من علم الفلسفة، ويقول أيضا: إذا أنت لم تر الله فكيف تحدد جهته؟ فما هي نصيحتكم له ونصيحتكم لي، لأنني طالب أدرس عنده. لا تدرس عنده، نصيحة لا تدرس عنده، هذا جهمي بحث، هذا جهمي، لا تدرس عنده. الله معروف مكانه فوق في السماء في العلو فوق العرش، إن يمكن هذا كافر. ما شاء الله. والبحث في ذاته إن كان المراد بحث الصفات فالله بين الصفات ولا بأس، أما إن كان بحث ذاته الماهية هذا ما لا حصل. ما يرفع ما أحسن إليك.